التمثيل عنده 3 طرق هنا في تركيا، 3 طرق لا غير. أكثر مكتب تمثيل موثوق هنا في تركيا. بزاف بزاف منكم اليوم يسقسوني على التمثيل بطريقة فظيعة، لذلك قررت على الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل 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 لاباس. بزاف منكم اللي سقساوني على التمثيل هنا في تركيا، يعني لدرجة ما كانش فيديو نحطه ما يجيش سؤال على التمثيل، وحتى حسيت روحي الجهد اللي درته قبل كامل راح في الصفر بعد ما درت التجربة تاع التمثيل. لكن على كل حال ما حتى مشكل، اليوم راح نجاوبكم على كل شيء يخص التمثيل وكيفاش تدخلوا مجال التمثيل هنا في تركيا. التمثيل عنده 3 طرق هنا في تركيا، 3 طرق لا غير. الطريقة الأولى هي دراسة المسرح والتمثيل. هذا تخصصات موجودين في كل جامعة حكومية وجامعة خاصة. للمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعتي على الانستغرام، وأنا كما عرفتوني أنجاوبكم على كل أسئلتكم طرحهم لي في الانستغرام ولا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب. أما الطريقة الثانية اللي أعتبرها من أسهل الطرق اللي قدر تدخل مجال التمثيل هنا في تركيا، بالعكس وقدر توفر لك الشهرة اللي حبيتها بطريقة سريعة، هي التسجيل في مكاتب التمثيل اللي وعدت نجيب لكم الرقم تاعها. حوس درت البحث تاعي ولقيت أكثر مكتب تمثيل موثوق هنا في تركيا، وهو المسؤول على اكتشاف العديد من الممثلين المشهورين حاليا. لكن للأسف بعد ما كونتاكتيتهم قالوا لي ما تنشرش المعلومات تاعنا حاليا لأنه كعادة يوتيوب وإلى ما ذلك، وأنا يعني المحتوى تاعي في اليوتيوب هو محتوى عربي أكثر منه تركي، فرفضوا. لكن وعد مني إذا وصلت هذا الفيديو إلى 100,000 مشاهدة بعد النشر وتعليقاتكم وإلى ما ذلك، راح ندير جهدي وندي لهم الفيديو هذا ونوريه لهم ونحكي لهم أنه نقنعهم بطريقة ما أنه يعطوا لي سواء الكونتاكت تاعهم نحطو لكم هنايا، ولا نعطي لكم الموقع تاعهم تروحوا ليه مباشرة، او نعطي لكم اسم لاجونس وتروحوا ليها مباشرة، لانه هاد لاجونس اللي راح نهضر لكم عليها لي ان شاء الله نقدر نهضر لكم عليها، هي اجونس اللي تقبل حتى الاجانب، وكاين اجانب بزاف اللي دخلوا من عندها وصاروا ممثلين كذلك هنا في تركيا، تعرفوا البعض منهم. على كل حال هذا يعني وعدي ان شاء الله، بس اذا وصلت الفيديو ل 100,000 الى 100,000 مشاهده. بالنسبة للطريقة الثالثة اللي اعتبرها كذلك طريقة شوية طويلة، لكن ممكن يحالفكم الحظ وتدخلوا كذلك مجال التمثيل هنا في تركيا، هي التمثيل في المسارح. المسارح الموجودة هنا في تركيا منتشرة في كل اسطنبول، منتشرة في كل تركيا، لكن اسطنبول اكثر شيء لانه تعرفوا مركز التمثيل هو اسطنبول ماشي مدينة اخرى. للأسف المسارح أغلبها يقبلوا الأتراك أكثر من الأجانب، لكن بإذن الله هنجرب ندير لكم فيديو على المسارح مع الفيديو تاع مكتب التسجيل. راح نعطي لكم كل مواقع المسارح اللي تقبل الأجانب كممثلين، فممكن تبدأوا في مسرح وبعدين تجيكم فرصة أن تمثلوا في مسلسل أو تمثلوا في فيلم. السؤال الثاني اللي بزاف يحكوا لي، انا متحجبه وهل يمكنني ان ادخل مجال التمثيل هنا في تركيا؟ صراحه حبيت نقول لكم للاسف مجال التمثيل هنا في تركيا ليس للمحجبات. اوكي ممكن يجيكم مظهر ان تمثلوا في مسلسل تاريخي، لكن ماشي للمحجبات. الشيء الثالث لهذا بالنسبة للنوع هذا من التعليقات، اللي هو أنا عمري 15 سنة 17 سنة ومازال ما جبتش الباك، مازال كذا وكذا، هل يمكنني أن أدرس التمثيل أو هل يمكنني أن أصبح ممثل هنا في تركيا؟ حبيت نقول لكم حبسوا دور دور دور. التمثيل مشي هو الشيء الأساسي، على الرغم إيه هدف مليح وحلم جيد، لكن دراستكم هي الأولى. خلصوا دراستكم الثانوي، بعد ذلك شوفوا تخصصكم، هل تدرسوا تلفزة أو مسرح ممكن، لكن لازم تخلصوا على الأقل دراستكم الثانوي، لأنه بدون دراسة ثانوي راح تتعبوا بزاف بزاف في حياتكم. وفي نهاية الأمر حبيت نقول لكم التمثيل صراحة هو صدفة وهو فرصة. كاين بزاف اللي ما درسوش تمثيل دخلوا وصاروا مشهورين، كاين اللي درسوا وصاروا مشهورين، لذلك هو فرصة وظهر أكثر منها أي شيء. فلذلك ربي يوفقكم كامل، ما تنسوش الاشتراك في القناة، تخلوا لي رايكم في خانة التعليقات. باي باي.